بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. رضي الله عن الصحابة الكرام، إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحي قلب يؤازره فيما يحب لسان حائك صنعوا. فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. رضي الله عن شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت إذ قال هذه الكلمات: نجمنا اليوم صحابي جليل، هو الوحيد الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فكان يقول له: ارمي يا فلان فداك أبي وأمي. هذا الصحابي الجليل هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. هذا الصحابي الجليل نزلت بحقه آيات تأمره أن يبر أبويه وأن يصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا الصحابي الجليل كان مستجاب الدعوة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا فلان أطب مطعمك تستجب دعوتك. هذا الصحابي من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو من بني زهرة. ترى من هو هذا الصحابي الجليل؟ بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.